اليوم علاش احنا ملمومين؟ احنا ملمومين باش نحتفلوا باش نحييوا بالسنه 24 عن 24 سنه انه تم اتفاقيه عالميه لحمايه المهاجرين وعائلاتهم، وقع الامضاء عليها يوم 18 ديسمبر 1990 من طرف 38 دوله. مع الاسف لا تونس القديمة ولا تونس الجديدة، ورغم اللي عملت كتاب الدولة ووزارة جديدة وتكنوكرات وكذا، اتفاقية تاع حقوق المهاجرين ما وقعش الإمضاء عليها. علاش؟ مش كان تونس، البلدان أغلبية البلدان الأوروبية، لأنه الاتفاقية هذه تضمن حقوق للمهاجرين. لو كان تونس تمضي على الاتفاقية تولي يلزم شوشة تتحل بالسيف، وتولي معناها عدة حكاية تاع مهاجرين فيها التزامات اللي الدول خايفين باش يعطيوها، لانه توا قضيه الهجره مطروحه. احنا بلاد نتاع هجره فوق من 10%، حقوقنا ناقصه، المساواه مع العمال معناها ما بين المهاجرين والعمال الاصليين ناقصه، عده تعسف. تعرفوا انه الهجره تخلقت مع البشريه، البشريه تخلقت مع الهجره، الاديان تخلقت بالهجره، فبالتالي يستحيل الهجره توفى نهار من النهارات، وهذا شيء طبيعي. الانسان تقع منظمة ينصير احنا نحبوها تنظمة. اليوم لو كان نعملوا بسطة نلقاو انه ناقصي القوانين نتاعنا تجرم الهجرة 2004 و8 و960 و5، يعني ما هوش معقول انسان يحاول وش هزه هو يحب يحرق، مهم مش يخدم مش يدبر، ما هوش معقول باش معناها يمشي الحبس على حكاية الأوراق. المهاجرين عندنا مهاجرين احنا تولينا زاد بلاد نتاع هجرة، يحتمل عشرات الالاف من البشر يخدموا عندنا، يخدموا في الزيتون ويخدموا في المرمات وكذا. معقول واحد يخدم ما غير حقوق، ما غير ضمان اجتماعي، ما غير اجر، ما غير سكنه، ما غير كذا؟ ماهوش معقول. احنا بلاد نتاع قانون، بلاد نتاع ثوره، بلاد نتاع الكرامه. اليوم حبينا معناها نعملوا اللفته هذه اللي راهو الحكومات فشلت في برشا حاجات وخصوصا في الهجره. كتابه الدوله ما حلت لنا حتى شيء، حتى مشكل. هذا معناها نجم نعتبروه كانذار للحكومه الجايه اللي راهو ملف نتاع الهجره مازال محلول. المفقودين، اللاجئين، المهاجرين التوانسه، اتفاقيات وقع امضاها ما بين حكومه بن علي وبورقيبه التوا موجوده، هذه ماشيه في مصالح الكبار اما ماهيش في مصالح المهاجرين. احنا الهجره نتاعنا ماهوش باش يزيدوا يكملوا علينا ينحيونا الاربع طب اللي عندنا وسبعه مهندسين، وعندنا زاد هجره نتاع الناس ما عندهمش كفاءات وكذا ولا غيره. فمن مصلحه الحكومه تقول باهي تحب تهز مهندس هز معها واحد قدام ولا غيره. الهجره اللي موجوده في البلدان العربيه فضيحه، هذه تاع الوكيل، انسان يجبروه باش يعطي جواز سفر اللي هو تاع الدوله التونسيه، يلزم ياخذوا سي الوكيل. يعني هذوما ممارسات تاع عبوديه يلزم نقضيو عليها. باش نقضيو عليها؟ بالمجتمع المدني، بحضوركم، بالصحفيين، بالتنديد. ويعني المساج نحب نوصلوه للسيد الرئيس الجمهوريه اللي باش يقع انتخابه، ومتاع السيد تاع الحكومه والبرلمان والى اخره، انه راهو الملف موجود وراه ماهوش نتاع تجاذبات سياسيه. رانا نحن مواطنين، مانيش تجيبوا لنا وزير باش نصفقوا عليه وباش معناها ندعموه، لا، احنا سيدي اعطينا حقوقنا هي حقوق نتاع مواطنه، احنا بشر عندنا الحق في كل الحقوق. وشكرا. 17 ديسمبر بدايه يعني تاريخ بدايه الثوره التونسيه اللي نادت بالعداله الاجتماعيه، اللي نادت بالديمقراطيه، بحقوق الانسان. اليوم الاصدقاء في الشوشه نحب يعني نذكركم انه بعد في فبراير 2011 بدا التدفق بعد الحرب الاهليه في ليبيا، بدا تدفق العشرات الاف من اللاجئين من الافارقه الى الشوشه، وان هذه المنطقه يعني كانت تحت المفوضيه الساميه للامم المتحده اللي كانت ترعى يعني هؤلاء اللاجئين. وانه بعد جوان 2013 رفعت يعني المفوضيه الساميه اليد عن هؤلاء، عن بقيه اللاجئين، بعد ما سوت بعض الوضعيات، وقعت تسويه وضعيات حوالي اكثر من 3000 شخص وقع تسويه، لكن بقى العديد عشرات من اللاجئين موجودين في الشوشه دون
يعني حماية، وأن الحكومة التونسية اللي وعدت بتوفير يعني بطاقات إقامة وقتية لهؤلاء زاد كذلك لم تفي بوعدها، وأن هؤلاء اللاجئين بقوا في وضعية يعني غير مستقرة. ونحب نذكر بشيء، هو أنه ثم معاهدات دولية ومنها اتفاقية جنيف لسنة 57 والمعاهد البروتوكولات اللي جات من بعدها، وزاد كذلك اتفاقية حماية الطفولة لسنة 92، وكذلك الدستور التونسي اللي في فصله 26 يضمن حق اللجوء. أنه رغم هذه المعاهدات ورغم هذه البروتوكولات الحكومة التونسية لم تحرك ساكنا إلى حد الآن، بل الأكثر والأدهى من هكا أن هؤلاء اللاجئين الموجودين على التراب التونسي يعانوا إلى حد الآن بعد رفع اليد من المفوضية السامة للأمم المتحدة من وضعية سيئة جدا. لا عندهم ماء، لا عندهم كهرباء، لا عندهم كيفاش يعيشوا. هؤلاء يعيشون على الهامش ويعانون أكثر من هكا، حتى منهم من دخل التراب التونسي وحاول يوجد شغل كما أشار ليه الصديق سفيان، أن هؤلاء يعانون من العنصرية ومن كذلك من إحساس بكون الناس أنها افتكت، يعني المواطنين يحسوا أن هؤلاء مش يفتكوا شغلهم وأنه مش يزيدوا من وضع البطالة السيء أصلا في تونس. اليوم مش معقول على الثورة التونسية ولا على أن نتبجحوا بكونه عن الدستور التونسي يحمي حق اللجوء أن اليوم نخلوا هالناس ذوما في الوضعية هذه. والأدهى من هكا أنه أي من هؤلاء اللاجئين لما يتنقل من مكان إلى مكان ليس ضامنا أنه معناها ما يكونش ما يتوقفش عن الكام تاع عمر بامبا اللي هو إيفوري من اللي هو من الكوت ديفوار من ساحل العاش، واللي مجرد انتقاله لرؤية أصدقائه يحاول أصدقائه في تونس توقف في جهة القيروان وقضى أسابيع في السجن دون مبرر. والمنتدى يعني سخر له محامي، ثم أنه بعد ما توقف هناك يقع يعني تحويله إلى مركز إيواء اللاجئين في الوردية ويقضي فيها أسابيع أخرى أكثر من شهرين، وهو يقضي يعني في بالوقوف دون سبب يعني واضح. علاش ما تعرفش علاش؟ يعني دوزي ما فيش شيء سوى أنه السيدة ذا اجتاز الحدود سنة 2011 دون أوراق. يعني إنسان اللي جاي من بلد فيه يعني وضعية حرب أو وضعية عدم استقرار من وين مش يجيب الأوراق؟ منين يجيب؟ وبعد يعني يطلق سراحه. يعني باش نقول أنه هؤلاء الناس يعني ما عندهمش حتى وضعية مستقرة وحتى حماية لا من المجتمع المدني اللي يحاول كما يحاول مع ونحن ضمن المنتدى أنه حمايته مثل ما يحاول حماية بقية المهاجرين أو يدافع على بقية المفقودين، لكن ليست هناك رغم المواثيق الدولية ليست هناك ورغم الدستور التونسي ليست هناك حماية لهؤلاء اللاجئين. أخيرا نسمع خبر لسنا متأكدين منه أنه ويتناقلته حتى الصحف، وهو أنه يأخذ المهاجرين من مراكز الإيواء ويقع تسريحهم على الحدود الجزائرية. إذا يقع هذا في تونس فبالنسبة لنا هذه وضعية خطيرة جدا، أو يقع إرجاعهم إلى بلدهم الأصلي هذه زاد كذلك وضعية خطيرة جدا، وتخلي أنه زيادة على أن المنظمات الدولية يعني ترفع يديها على اللاجئين. مش معقول أن المجتمع التونسي سواء كان المجتمع المدني أو حتى المواطنين التونسيين أنه ينظروا بعين يعني هكا لا مبالاة لهؤلاء الأفارقة اللي موجودين على. ونحب نذكركم أنه نحن ندافع على مهاجرين البرة لأنهم حقهم، وندافع على حق الهجرة وحق أنه المواطن أنه ينتقل من مكان إلى مكان، وحقه في حماية البلد المضيف أنه يوجد مكانته. زاد كذلك من حق هؤلاء أن وقت يوصلوا لبلادنا زاد كذلك أن نوفروا لهم الحماية، وأنه زاد نعاملوهم المعاملة الحسنة اللي يستحقوها، وأنه زاد كذلك نحاولوا أن نأسسوا في المجتمع فكرة أنه الناس المواطنين بصفة عامة هم سواسية، وأنه هذا حقهم في العيش
في وسطنا، وأن ندافع على وجودهم وندافع زاد كذلك على المواثيق الدولية وحماية كل المهاجرين أينما كانوا. أما نحن عندنا جزئين مختلفين في المخيم، في اللي فما ما عندوش أمل باش يحاول يبقى أوراق أو عمل في تونس، نحاول نرجع للقضية الأساسية اللي هي الأمم المتحدة هي المسؤولة عن المخيم مش تونس. تونس ما أعتقدش أنها هي اللي أسست الحرب في ليبيا أو غيرها. الأمم المتحدة المجتمع الدولي هو اتخذ قرار في حرب في ليبيا، هو اتخذ قرار بحماية اللاجئين اللي يخرجوا من ليبيا. طبعا بالنسبة للحل كان واضح، دور الحكومة التونسية اللي هي تحاول تفتح أراضيها، تحاول توفرهم الحماية لحين أنهم يكملوا إجراءات ومن بعد يتم توطينهم في الخارج. هذا هو الاتفاق الأساسي بين تونس والأمم المتحدة، فنحاول نرجع له. هو كون أن الأمم المتحدة يبقوا عليها يشيلوا من عاتقها الشيء هذا ويوقعوا على الحكومة التونسية أنها ما وفرتش أوراق وكذا. أعتقد الحكومة التونسية كانت فترة انتقالية. بالنسبة للحكومة التونسية عندها عديد من الملفات، نحن ما نحاولش نوجه الشيء هذا للحكومة التونسية. ما زال مطلب أساسي هو التوطين في بلد ثالث في قانون حماية اللاجئين، والطلب هذا موجه للاتحاد الأوروبي وللأمم المتحدة. ما عندناش أي طلب مقدم للحكومة التونسية بأن نحن حاجتنا بأوراق إقامة أو بالحاجة لتوفير عمل في تونس. فهذوما جانبين مختلفين في الشوشة. بالنسبة له هو تكلم عن الجانب اللي يخصه هو بالنسبة للبحث عن أوراق في تونس أو العمل، لكن بالنسبة لنا الجزء اللي كان ماهوش مدعو في الكونفرنس هذا اليوم جينا نحن بطريقتنا الخاصة. نحن عندنا مطلب مختلف وهو التوطين في بلد ثالث في قانون حماية اللاجئين. ما عندناش أي مطالب موجهة للحكومة التونسية. شكراً.